المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لهذه الليلة. المفاوضات شبه معطلة بعراقيل نتنياهو، والمقاومة تحذر من انهيارها من جراء المماطلة والمجازر الإسرائيلية. كيف ستتعامل حماس مع التعطيل الإسرائيلي؟ محاولة اغتيال ترامب تدخل في سوق التجاذبات بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية. لماذا يتردد صداها بقوة في تل أبيب؟ مساء الخير. لم يعلن انتهاؤها ولم تحرز تقدما. مكانك راوح في المفاوضات، ذلك ما يريده نتنياهو. عطل وسوف وراوغ في هذه الجولة التفاوضية كما فعل سابقا، وتوجه بمجزرة يندى لها جبين الإنسانية. الثابت هو استمرار حملة الإبادة بحق الغزيين، والثابت أيضا أن حماس لن تبقى على مرونتها أمام أنهار الدم. عموما، لماذا المفاوضات ما دام القتل أمام أعين العالم مستمرا ومباحا، وطالما أن لا أحد يوقف نتنياهو، بل واضح أن ثمة تآمرا أمريكيا معه يغذي أوهامه بالانتصار وقلب الأمور لصالحه، وقريبا يذهب إلى واشنطن يشحن طاقة من الكونغرس ودعما من بايدن، وربما يشحن في طائرته السلاح لضرب خيم ومدارس النازحين. يمنح نتنياهو نفسه الوقت، يوحي أنه يروض المتطرفين في حكومته، لكنه يخشى العسكر والاستخبارات، يجد صعوبة في السيطرة عليهم تماما كحال الشارع الذي يتنامى استياؤه يوميا. يقلق الداخل نتنياهو، التفسخات والشروخ تزداد اتساعا، والأمر لا يتعلق بالأسرى لدى حماس، فمشهد الانقسام والتظاهرات والتحريض سبق الطوفان بأشهر. وإذا كانت محاولة اغتيال ترامب تعبر عن الانقسام العميق في الولايات المتحدة، فهي ماثلة في إسرائيل بكامل صورتها وتكاد تتماثل معها، حتى أن بعضهم لم يستبعد انهيار الهيكل من الداخل أمام أنظار العالم متفرجا غير مكترث. البداية نرحب بضيوفنا في مسائية الليلة من إسطنبول بالخبير في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الله عقرباوي، أيضا الترحيب موصول من القدس المحتلة بالخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة، ونرحب بضيفنا من واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة الواشنطن تايمز السيد غاي تايلر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ عقرباوي. من المصادر التي أفادت الميادين بأن حماس أبلغت الوسطاء بلهجة ولغة قوية بأن المفاوضات قد تتعرض للانهيار بأي لحظة في ظل استمرار سياسة ومنهجية المجازر والقتل اليومي، ولا سيما يعني لا نتحدث فقط بالأمس عن بشكل خاص المواصي والشاطئ، اليوم تكررت في الانصيرات. ما الذي يفهم من هذا الموقف للمقاومة الفلسطينية، وهل نحن نقترب من لحظة إعلان انهيار هذه المفاوضات؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام من المشاهدين. هذه إشارة واضح أنها إشارة يعني بالغة بأن سياسة نتنياهو وضع دماء الأطفال والنساء على طاولة المفاوضات كورقة تفاوض يجب أن تتوقف، وأن المقاومة لا تسمح بإغال نتنياهو بهذه الطريقة بدماء الناس ومواصلة المجازر، وكأن مسار المفاوضات هو ممر إجباري المقاومة ستبقى فيه. مسار المفاوضات هو ممر صمم ليتسع إلى جانبين وليس إلى جانب واحد. لا يمكن أن تبقى المقاومة تجلس في مسار المفاوضات وحيدة تنتظر موافقة نتنياهو على هذه الورقة وعلى هذه الصفقة، وأن هذا الأمر بلا نهاية. أعتقد أن هذه إشارة أولى وإشارة حقيقية وجادة ومبنية على أن نتنياهو يسيء تقدير الموقف كما العادة، يعني بأن المقاومة ما أبدته من مرونة وما أبدته من مسؤولية في الحرص على مسار المفاوضات وعلى هذا الإطار الذي توافقت عليه قوى إقليمية محترمة وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها حليفة لإسرائيل، ورغم ذلك هذه المرونة والمسؤولية يبدو أن نتنياهو فهمها بشكل سلبي، ويظن أن خيارات المقاومة محدودة أو معدومة في هذا الصدد. هذه الإشارة الأولى التي تقول له أن يعني عليك الانتباه. قضية أن تضع دماء شعبنا على طاولة المفاوضات كورقة وتتوقف عند هذا النوع من الجرائم وكأنك تفاوض يعني شعب
لا يمكن أن يحسن من أوراقه ويطور من قدراته ويفرض عليك ما لا تتوقعه. هذه الإشارة الأولى. المقاومة بكل وضوح يعني هذا يجب أن يكون واضح لديها يعني اتجاه بالتصرف بمسؤولية بأن تتوقف هذه الحرب، وهي تريد أن تتوقف الحرب فعلا وليس بالطريقة الشكلية أو الجزئية التي يريدها نتنياهو، وهي جادة في ذلك، والوسطاء يعلم جدية المقاومة ومسؤوليتها في هذا الجانب، وحتى الموقف الأمريكي يعلم حقيقة أن المقاومة وما تقدمه من أوراق في العملية التفاوضية ومن ملاحظات هو من أجل الحصول على اتفاق محترم يصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي وليس مؤقت. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة بهذه الدماء التي يعني يسفكها نتنياهو في المواصي وفي الشاطئ وفي تل الهوى وفي رفح وفي كل مكان، عندما لا تمارس الضغط الحقيقي على نتنياهو لأنها لا ترغب ولا تقدر على ذلك أيضا، خاصة أن إدارة بايدن الآن دخلت في وقت مبكر في مرحلة ما يسمى البطة العرجاء، وتريد أن تعوض هذا الضعف بعدم قدرتها على فرض ضغوط حقيقية على نتنياهو بأن تغطي هذه الجرائم وأن تكون شريكة فيها، وهي تريد فقط وقفا إطلاق النار أو صفقة فقط على حساب الفلسطينيين وفقط على حساب المقاومة، وتظن أن المقاومة يعني باقية في هذا المسار إلى ما لا نهاية. أنا باعتقادي أن المؤشر إذا ما استمر نتنياهو في تعنته بهذا الموقف وبهذه الطريقة ودفع الناس إلى مزيد من الجرائم والمجازر، مسار المفاوضات كلها قد يكون في مهب الريح في أي لحظة، وخاصة في اللحظة التي تفاجئه. فهو يعني يحاول أن يكسب كثير من الوقت من أجل أن يصل إلى لحظة يكون هو بأمس الحاجة لمثل هذه الصفقة ويوظفها في صراعاته السياسية الداخلية، أو يوظفها في صراعه مع الإدارة الأمريكية، أو يضعها في سياقات التطورات العلاقة بينه وبين المؤسسة الأمنية والعسكرية. أنا باعتقادي أن المقاومة ستفاجئه في اللحظة التي توقف فيها هذه المفاوضات وتقول إما أن يوقف النار ويوقف المجازر، وإما أن هذا المسار المفاوضات لا يمكن أن يعمل بهذه الطريقة. نعم. لكن هذا لا يمنع أن هذا المسار، نعم، انهيار المفاوضات هنا لا يتم الحديث عنه فقط بمقاربة وتهديد من قبل المقاومة الفلسطينية في ظل سياسة تكثيف المجازر، بل أيضا نتحدث عن موقف للوسطاء ولاسيما الوسيط المصري الذي تحدث بشكل واضح بأنه ليس هنالك من اتفاق داخلي إسرائيلي، وهذا ما يهدد بالفعل انهيار المفاوضات بشكل كامل. أنتقل إليك دكتور محمد هلسة، لأنني أريد أن أفهم منك كيف يقرأ بالداخل الإسرائيلي هذه السياسة وهذه الاستراتيجية الممنهجة، لأنه ليس هنالك من نقاش داخلي لا أخلاقي ولا قانوني يفرض على نتنياهو التراجع بسياسة المجازر هذه. هل يمكن القول ويقرأ ذلك بما أكده القيادي في حركة حماس عزة الرشق بأنه هذا التصعيد النازي من هذه الحكومة النازية هو أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف بالتالي العدوان على شعبنا في غزة، وهذا أصبح واضح للجميع؟ وبالمقابل ما الذي يفهم من نفي حركة حماس وعزة الرشق بأنه هذه المفاوضات لم تتوقف حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير أستاذ وفاء لك ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. أولا قبل أن نذهب إلى طبيعة الاستثمار الإسرائيلي لهذه المجازر التي ترتكب وحاجة نتنياهو إليها في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة بالنسبة له، يجب أن نؤكد على أن ما يجري ليس معزولا ولا منزوعا من سياقه الاستعماري الطويل، وليس منزوعا من سياقه الاستعماري في هذه الحرب. معنى أن إسرائيل لم تكن توزع الورود قبل أمس وأول أمس وعلى امتداد أيام هذه الحرب الضروس التي تخوضها ضد قطاع غزة، وهي تتكئ فيها على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي تريد أن تمحو من وعي الإسرائيلي وذهنه صورة الهزيمة، ومن وعي العربي الفلسطيني صورة الانتصار التي كرسها 7 أكتوبر من خلال هذا الدمار، من خلال هذه الأشلاء. وهذه استراتيجية تبعتها إسرائيل منذ بداية الحرب حتى اللحظة، ولا يجوز أن نبرئ الاحتلال بذريعة وجود مثلا قضايا شخصيات أمنية أو الحديث عن فقط حاجة نتنياهو إلى تخريب مسار الصفقة، حتى يعني لا تبقى الأمور مجزوءة
ونضعها في سياق صحيح. الركيزة الأخرى التي تتكي عليها إسرائيل في إطار إدارة هذا الصراع وهذه المجازر التي ترتكبها هي أن تجعل أشلاء الفلسطينيين ودمهم عبئا ثقيلا على المقاومة فتدفعها إلى التنازل. وهذا يقودنا إلى النقطة التي تفضلت بالإشارة إليها، هل فعلا يريد نتنياهو تخريب هذا المسار؟ ربما في الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية التي تحدثنا عنها من بداية هذه الحرب حتى اللحظة تتقاطع رغبة نتنياهو في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة مع هذا الأمر، بمعنى أن رسائله تصل في اتجاهين، اتجاه أول إلى المقاومة، أنا لا أريد هذه الصفقة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من قوة، لا أحاول، أنا أفعل بكل ما أوتيت من قوة تخريب هذا المسار وعدم الذهاب إليه، وهي رسائل إلى الداخل الإسرائيلي، ولذلك يعني يزداد غضب الداخل الإسرائيلي مع مسعى نتنياهو وتزداد المواقف التي تصدر عن الداخل الإسرائيلي، ليست من أطراف عربية ولا فلسطينية، أطراف إسرائيلية يوميا تتهم نتنياهو بالذهاب إلى هذا المسار لتعطيل الصفقة وربما تغليفها هذه المرة بغلاف قضية وجود قيادات من الصف الأول عسكرية في مواصي خان يونس، هو بهدف ذر الرماد في العيون والإيحاء بأن الرجل يعني يسعى إلى استعادة الأسرى ويسعى إلى استمرار ضرب المقاومة إلى مها تحت ما يسميه الضغط، والواقع أن الضغط الذي يمارسه هو الضغط على الخاصرة الرخوة، على البنية التحتية المدنية للشعب الفلسطيني، التدمير والقتل والإيذاء الذي يجلبه لهذه البنية التحتية، مفترضا بأن هذا الأمر قد يجر المقاومة إلى أن تقدم تنازلات أو على بالأحرى أن يعني تنسف هذا المسار كاملا، وهذا الذي يريده نتنياهو. أنا لا أعتقد بأن المقاومة ستتعاطى مع هذه الرغبة الإسرائيلية بمنطق التجاوب معها، لأنها تعلم وليس من موقع ضعف طبعا، هو من موقع مقدرة على فهم سياقات الأمور. إذا ذهبت المقاومة إلى الخروج وترك طاولة المفاوضات، نتنياهو في كل الأحوال ذاهب في مجازره وفي قتله في الشعب الفلسطيني وفي معاني القتل، سيجد ذريعة أكبر للانقضاض إذا كانت المقاومة على طاولة المفاوضات وقدمت ليونة للوسطاء وللأطراف كلها بحيث بدت بأنها راغبة حقيقة ليس في إطار النوايا إنما في إطار الفعل الذهاب إلى هذه المفاوضات، ومع ذلك نتنياهو يمعن في هذا القتل، فما بالك حينما تدير المقاومة ظهرها وتقول لا أريد الذهاب إلى هذا المسار، سنخسر إمكانية الحديث عن انفراج ونترك المجال الدبلوماسي لمحاولة جر نتنياهو حينما تشتد الضائقة عليه، وسنذهب إلى مسار يتهم فيه، وأنت تذكرين ستوفى بأننا متهمون في كل الأحوال، المقاومة متهمة، الأمريكي ينتظر صح. أن تقول المقاومة لا وأن تقول حماس لا ليجرمها وليدينها. إذا كانت الآن المقاومة في صف الوسطاء وقدمت كل ما قدمته ومع ذلك الولايات المتحدة لا تنبس بمنشفة تجاه المجازر التي تجري بسلاحها وبتغطيتها الدبلوماسية، فما بالك حين تدير المقاومة ظهرها. أعتقد بأن المقاومة مدركة لهذه الألغام التي ينصبها نتنياهو ولهذه الأفخاخ التي يود أن يجرها إليها، ليس من موقع الضعف. وبالمناسبة في الحديث عن يعني المقاومة، المشهد يثبت يوميا بأن نتنياهو في إطار مراوحة في مستوى الفعل العسكري، حتى حاول أن يخطف صورة انتصار وخرج بعد 104 يوم لم يتحدث فيها إلى الإعلام، لم يعقد مؤتمرا صحفيا وتحدث، حاول أن يخطف صورة انتصار يقدمها للمجتمع الإسرائيلي، مع أنه لم يستطع أن يثبت بأنه جرى استهداف هاتان الشخصيتان التي تحدث عنها. أستاذ محمد، دكتور محمد، سلوك نتنياهو كما ذكرت هو سلوك شخص مأزوم، يعني حشر في الزاوية، لذلك يحاول خلط كل هذه الأوراق. ولكن أشرت إلى جزئية مهمة جدا، نحن نتحدث عن الشريك الأمريكي الذي اتضحت شراكته بهذه المجزرة والموقف الذي أيضا تلاه من قبل الخارجية الأمريكية. هنا أود أن أسأل السيد غاي تايلر، إذا كنا أمام المشهدية الآن، هنالك حركة حماس المقاومة الفلسطينية مصرة على إبداء المرونة من منطلق أيضا التوصل إلى اتفاق إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان عن شعبها في غزة، بالمقابل هنالك من يضع الشروط مرة تلو الأخرى، من يعرقل ويفجر هذا المسار التفاوضي، وفي اتهام يتجدد للولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه المجازر تنفذ من قبل إسرائيل ولكن مستخدمة القنابل المطلقة MK84 الأمريكية والتي تزن أطنان من المتفجرات. وكان في رد فعل بارد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية حينما تقول بأنها تحدثت عن تعليق بشكل أساسي حول هذه المجزرة، فقط هي اكتفت بالقول بأنها أبلغتنا إسرائيل استهدفت قادة بارزين في حماس ورأينا سقوط ضحايا مدنيين. أمريكا الآن كيف تتعامل مع هذين الجانبين، مع هذين الطرفين، مع الرؤية الفلسطينية
الفلسطينية ومرونتها، وبالمقابل مع رؤية إسرائيلية تفجر هذه المفاوضات من خلال ارتكاب هذه المجازر؟ شكرا and السلام عليكم. Thank you so much for having me back. أعتقد أن هناك شعور سائد لدى الصقور الإسرائيليين الآن أن قيادة حماس خارج غزة هي في حالة يائسة، تسعى وتريد بشدة الاتفاق، وكذلك الأمر بالنسبة للقيادة العسكرية، وهذا ليس جيد بالنسبة لحماس، لأنه وكما ذكر الزملاء وكما قال الزملاء هدف نتنياهو الاستراتيجي، وهذا هدف يتجركه الصقور السياسيون، وبالإضافة إلى ذلك قيادة القوات الدفاعية الإسرائيلية، الهدف هو القضاء على حماس، هذا واضح. الهدف ليس التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهذا الهدف شاهدناه الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من مشاركة مصر ومشاركة قطر والمشاركة المستمرة لويليام بيرنز مدير CIA وكذلك وزير الخارجية بلينكن. ومرة أخرى الحديث عن وقف إطلاق النار، مرة أخرى نرى حكومة نتنياهو تنفذ ضربات كانت تستهدف بشكل أساس محمد الضيف، ونتحدث هنا عن أعلى قائد عسكري لا يزال موجود على قيد الحياة في غزة، وهذا هو هدف نتنياهو والصقور. نحن لا نعرف ما هو مصير الضيف، لا نعرف إذا ما كان قتل في هذه الضربة يوم السبت، إذا قتل ربما هذا قد يغير في الموقف الإسرائيلي، كما أننا لا نعرف، ويبدو بأن خان يونس قتل قائد كبير في هذه الضربة، وهذا ما تبالي به الحكومة الإسرائيلية، هي لا تبالي بهذه المشاهدة التي تعرضونها الآن بينما تحدث على الشاشة، ولا تبالي بالضحايا المدنيين، الهدف هو القضاء على حماس. وفيما يخص الموقف الأمريكي، وزارة الخارجية خلف الكواليس تشعر بإحباط كبير إزاء الضحايا المدنيين، وتشعر بإحباط كبير لأنه يتم قتل الأطفال الفلسطينيين كأضرار جانبية، ولكن الموقف أو السياسة الرسمية الأمريكية تحت جو بايدن هي الاستمرار. إذا كان الهدف الإسرائيلي القضاء على حماس ومنع حماس من أن تحكم مجددا في غزة، السياسة الرسمية الأمريكية هي مواصلة السير مع هذه المقاربة، مع فرض بعض القيود على الأسلحة. طرحت أنت موضوع السلاح، وبالتالي أعتقد أن هذا ما راه، وأعتقد أن الوضع متقلب، لأن الوضع السياسي الأمريكي يتغير. أنا أعرف أننا سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق من هذا البرنامج، ولكن أعتقد بالفعل أننا وصلنا إلى مرحلة حيث أن نتنياهو يسمع الشكاوي والصراخ من اليسار الإسرائيلي الذي هو مصطف مع اليسار الأمريكي الذي ينتقد سياسة بايدن، ولكن نتنياهو يواجه المظاهرات وغضب كبير من الناس الذين هم يقولون بشكل أساس أنهم يريدون صفقة التبادل، لأنهم يعرفون أو يعقدون أن هناك أسرى يزول على قيد الحياة محتجزين في غزة، ولكن أعتقد أن اليسار الإسرائيلي أيضا يريد أن يرى وقف الوفيات لدى المدينة بين المدينة في غزة. نتنياهو سيستمر في الحرب، وذلك من أجل تحقيق الهدف المعلن بالقضاء على حماس ومنع حماس من أن تلعب أي دور مستقبلي على صعيد فقط غزة. سيد تايلر، فقط يعني بسؤال أيضا استتباعي لما الإجابة التي ذكرتها، تقول بأنه نتنياهو ما يهمه القضاء على قيادات حماس ولا يأبه بسقوط المدنيين وارتقاء المدنيين والأطفال، جلهم من النساء والأطفال في هذه المجازر شهداء، ولكن ماذا عن الموقف الأمريكي؟ يبدو بأنه يماشيه بهذه السياسة وهذه الاستراتيجية الممنهجة باستهداف المدنيين من خلال رد الفعل. هل أمريكا حتى الآن هي عاجزة أم شريكة بهذه المنهجية؟ No, it's a great question. In some sense, سؤال رائع. من بعض النواحي هي شريك، ومن بعض النواحي الولايات المتحدة ترفع الصوت وتنقل الرسالة. نحن رأينا المظاهرات في الولايات المتحدة في الجامعات، مظاهرات ضد إسرائيل. جو بايدن واجه ضغوط هائلة من اليسار الأمريكي، وذلك بسبب سياساته بدعم إسرائيل في هذه الحرب. في نفس الوقت
يجب أن ننظر إلى حقيقة الاستخبارات الأمريكية. مدير مكتب الاستخبارات القومية في واشنطن، نتحدث هنا عن إدارة بايدن، ولكن في نفس الوقت هذه جهة مستقلة موجودة بين الإدارات. هذا المكتب أعلن عن بيان في عطلة هذا الأسبوع، جاء في البيان: لدينا أدلة بأن الاستخبارات أو مسؤولين إيرانيين استخباراتيين يقومون بتمويل بعض هذه المظاهرات ويشاركون بشكل مباشر بهذه المظاهرات ضد إسرائيل في الولايات المتحدة. وبالتالي سؤالك سؤال جيد جدا، ولكن إذا ما أردنا أن نتبنى مقاربة موضوعية، المسألة في غاية التعقيد. إيران تدعم حملة داعية، وذلك من أجل إبعاد الأنظار عن الأهداف الإسرائيلية، وإبعاد الأنظار عن أن حماس عبارة عن وكيل تابع لإيران ضربت إسرائيل بشكل أساس أو أولا، والتركيز بشكل أساس على ضحايا المدنيين. أنا لن أعتقد أي موقف، أشعر بحالة أشعر باستياء الضحايا المدنيين في غزة وأيضا في أوكرانيا، حيث هاجمت روسيا مستشفى في اليومين الماضيين. هذا كان أمر رائع، ولكن أحاول أن أقول ما أراه كهدف سمعناه مرارا من نتنياهو، والولايات المتحدة تسير مع ذلك سياسيا. الهدف القضاء على حماس ومنع حماس من أن تكون جزء من الحكم في أي مكان في فلسطين في المستقبل، سواء جرى التوصل إلى حل الدولتين أم لا، وهذا ما نراه الآن بغض النظر عن كل هذه المشاهد المروعة. سوف نكمل النقاش فيما يتعلق بمسار المفاوضات، ولكن نذهب إلى هذا العرض ضيوفنا وأيضا مشاهدينا. إذا المفاوضات قد تتعرض للانهيار كما ذكرنا في أي لحظة في ظل استمرار المذابح والمجازر اليومية، يؤكد ذلك مصدر قيادي في المقاومة للميادين، ويشير إلى أن حماس تشعر باستياء كبير من تعطيل الاحتلال للمفاوضات. هذا ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق ما تداولته وسائل إعلام عن وقف حماس للمفاوضات ردا على مجزرة المواصي، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق، وهو ما أصبح واضحا لدى الجميع. الحديث عن احتمال انهيار المفاوضات لم يكن من طرف المقاومة وحدها، بل من مصر الوسيط والمضيف للقاءات مع أمريكيين وإسرائيليين. وكشف مصدران مصريان لوكالة رويترز أن سياسة التواصل بين القادة في إسرائيل والوفد المكلف بالتفاوض تثبت أن هناك انعدام اتفاق داخلي، وأشار إلى أن الرسالة التي فهمها الوسطاء من التأخير في الردود هي أن الجانب الإسرائيلي يرى تلك المفاوضات أمورا شكلية، والهدف منها التأثير في الرأي العام فقط، مؤكدين أن المفاوضات توقفت لحين إثبات الجانب الإسرائيلي أنه جاد في مفاوضاته. وفي المقابل يضع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه لاستكمال المفاوضات، ويعتبر أن الخلاف الأساسي يتمثل في انسحاب الجنود الإسرائيليين من معبر رفح ومحور فيلادلفيا وعودة النازحين ووقف إطلاق النار، وسط انتقادات إسرائيلية متزايدة من مواقف نتنياهو لانعكاساتها المحتملة على أي تسوية. أستأنف الحوار معك أستاذ عقرباوي بما يتعلق العقد، إلى أين وصلت بالمسار التفاوضي؟ وبمقابل استراتيجية تكثيف المجازر، لابد من التوقف أمام عملية الدهس التي حصلت في الرملة قرب القدس في القدس المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين بعضهم بحالة حرجة وخطرة. وبالمقابل فصائل المقاومة باركت هذه العملية وقالت هي تأتي كرد طبيعي على الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها المحتل بحق الشعب الفلسطيني. ماذا بأبعاد وتداعيات هذه المشهدية، هذه العملية بقلب القدس المحتلة، كيف يمكن أن تنعكس أيضا على صورة القرار بالداخل الإسرائيلي على التفجير الأمني الذي كان يحذر منه بتقارير أمنية سابقة في الأيام الماضية والأشهر الماضية؟ فيما يخص عقد المفاوضات، هي عقد يتبناها نتنياهو. نتنياهو لديه مجموعة من الرهانات في هذه الفترة. أولا، أن يحقق أي صورة إنجاز ممكنة في قطاع غزة يصدرها للجمهور، ويضغط فيها على المؤسسة العسكرية، ويحاول أن يثبت نظريته بأن استمرار القتال يحقق إنجازات. وبالأمس مني بفشل كبير، وخرج في مؤتمر صحفي كان في غاية الارتباك، وحاول أن يصدر صورة نصر أو أن يقول
أي شيء يدعم استراتيجيته، ولكن الفشل الميداني انعكس على وجهه وعلى خطابه وعلى طريقة تداوله للقضية. الرهان الآخر هو يراهن على مغادرة إدارة بايدن، والهامش الضيق التي تمارس إدارة بايدن من ضغوط عليه يريد أن يتقلص من هذا الهامش، ويريد أن ينتظر إدارة جديدة يأخذ يعني مزيد من الوقت أكثر وأكثر. هو أيضا لديه رهان على أن انشغال الجيش في القتال في غزة يخفف عنه أن يتفرغ جنود الاحتياط للمظاهرات في الشوارع، وهو يراهن أيضا على أن هذه الأزمة التي يجر فيها كل المجتمع الصهيوني وكل البيئة السياسية هذا يزيد من تماسك حكومته. أنا باعتقادي في مقابل هذه الرهانات التي بسببها يضع عقد المفاوضات المتعلقة بانسحاب الجيش وبوقف إطلاق النار، هو لا يريد أن يسحب الجيش ويفاوض في ذلك، ولا يريد أن يوقف إطلاق النار ويفاوض في ذلك، ويريد أن يخدع الجميع أو أن يتذاكى بأن ينجز صفقة تبادل جزئية في المرحلة الأولى ويبقي لنفسه ما يسمى الحرية الأمنية في التصرف، ويعود مرة أخرى للقتال، وأن يعيد مرة أخرى للعملية التفاوضية مع نهاية المرحلة الأولى والدخول في المرحلة الثانية، يريد أن يعود إلى التفاوض مرة أخرى وأن يفشل تلك المفاوضات وأن يعود للقتال. هذه استراتيجية نتنياهو، يعني لا يوجد ما هو خفي في ذلك. هذه الرهانات أنا باعتقادي يقابلها مجموعة من الحقائق الأخرى. أولا أن هناك حالة من التصعيد في عدة جبهات، هو لا يعلم مدى الذي يمكن أن توصل له هذه الجبهات وكيف ستطور موقفها. ثانيا حالة الغليان التي تعتلي الفلسطينيين في الضفة وفي الداخل، يظن نتنياهو والإسرائيلي وحتى الأجهزة الأمنية والجيش أن هذا الهدوء قد يطول. التجربة تقول في 2012 و2014 وبعد سيف القدس وبعد كل الحروب في غزة أن استجابة الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية تأخذ بعض الوقت، ولكنها تأتي لا محالة، وهذا قد يفجر الأمر في وجهه. هناك حالة من ارتفاع الصوت والغليان الحقيقي الداخلي عند الجمهور الصهيوني على نتنياهو، وقناعة تتعزز أنه لا يريد الوصول إلى صفقة، لا يريد الإفراج لا عن الأسرى، ولا هو مكترث بهذا الموضوع، ولا يريد أن ينهي هذه الحرب المأساوية، ويريد أن يبقي البلاد في حالة من الشد. و يعني استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت أن 67% يريد وقف إطلاق النار وصفقة، يعني هذا الاتجاه أيضا رهانه عليه أنا باعتقادي غير مضمون كاملا. ولكن داخليا أستاذ عقرباوي، أن يصل في الرهان الوحيد الذي ينجح فيه نتنياهو، إذا بتسمح لي، الرهان الوحيد الذي ينجح فيه نتنياهو هو ضعف إدارة بايدن وشراكتها له في هذه المجازر وفي هذه الحرب. هو نجح في هذا الرهان، والآن ينتقل في العلاقة مع إدارة بايدن من أنه يتلقى ضغط منها إلى أنه يمارس ضغوط عليها، وسيزور الكونغرس ويلقي خطابا ويلتقي بايدن ويلتقي الجمهوريين، وسنعود هنا ربما في الميادين أو في قنوات أخرى لنقول أن نتنياهو في خطابه انحاز للجمهوريين بكل ما أوتي من قوة، ودخل على المعادلة السياسية الأمريكية ويبتز إدارة بايدن. هذا هو الرهان الوحيد الذي للأسف الشديد نتنياهو يستطيع أن يتأكد من أنه سينجح فيه. غير هذا الرهان، الرهانات الأخرى قد تنفجر في وجهه في أي لحظة، وكل العقد التي يضعها في مسار المفاوضات ستنفجر في وجهه. عملية الرملة هي واحدة من هذه العمليات التي ستغير كل البيئة في الداخل. هناك 2 مليون فلسطيني في الداخل، هو يظن هو والمؤسسة الأمنية أن السيطرة عليهم وعلى اتجاهاتهم مضمونة 100%. فيه 21 فاجأت المجتمع العربي، المجتمع الفلسطيني في الداخل فلسطين 48 فاجأ الجميع بردة فعله. وحجم هذه الدماء أنا باعتقادي يعتمل في القلوب وفي الصدور وفي الأذهان وفي الأفكار ولدى الأجيال. وهذا الرهان أنا متأكد أن لا يستطيع نتنياهو أن يضمن أن الفلسطينيين في الضفة وفي 48 سيبقوا على هذا الموقف، وإنما الموقف قادم. وهذا بدلالات وأبعاد هذه العملية بقلب القدس المحتلة أستاذ عقرباوي. ولأنك أشرت إلى كيفية يعني رهان تحديدا نتنياهو على الإدارة الأمريكية، حتى بالداخل الإسرائيلي ليس هنالك من عامل ضغط حقيقي الآن يأخذه بالمسار إلى توقيع صفقة أو الذهاب إلى اتفاق وقف إطلاق النار. سنذهب إلى فاصل قصير لو سمحتم ضيوفنا الأعزاء، ومن بعده نعود لاستكمال ومناقشة ملفات المسائية، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المسائية، ونجدد الترحيب بضيوفنا. أستأنف الحوار معك دكتور محمد هلسة. المشهد الآن بات بالواقع التالي، نتحدث عن نتنياهو الذي يرتكب هذه المجازر بهذه الاستراتيجية وتكثيف المجازر، بالمقابل هو يقول يريد زيادة الضغط العسكري للمزيد من التنازلات والحصول على ضغوط أكبر على المقاومة الفلسطينية وعلى حماس، وبعدها يقول بأنه سيرسل ديفيد برنياع إلى الدوحة لاستكمال المرحلة التفاوضية. هذا يأخذنا بالسؤال يعني عن المنهج اليوم أو السلوك بالنسبة لنتنياهو، عن ماذا ينوم للمرحلة المقبلة؟ بالمقابل هل الفجوة هل لازالت كبيرة بين الرؤيتين، القيادة الأمنية العسكرية والقيادة السياسية؟ لأنه الليلة القناة 14 تقول عن مسؤول كبير بالمؤسسة العسكرية والأمنية، مرحلة القتال الشديدة الوتيرة بقطاع غزة قد انتهت، انتقلنا إلى المرحلة جيم أو المرحلة الثالثة. ماذا يعني ذلك؟ وكأنه لازلنا أمام فجوة، لأنه حتى رئيس الأركان يطالب بعقد صفقة ملحة، يقول لابد من عقد هذه الصفقة هذه الليلة. أقصى ما يتمناه نتنياهو هو أن يديم هذه الحالة من المراوحة مكانك سر إلى ما بعد زيارته للكونغرس الأمريكي، ثم إلى حين الانتخابات الأمريكية، استمرار الوسطات، التدخلات، الحديث عن صفقة، تفويض رؤساء الأجهزة الأمنية، عودة رؤساء الأجهزة الأمنية. حالة المراوحة هذه بالتأكيد تخدم نتنياهو، لا هدنة مطلقة ولا حرب مطلقة، أجواء ضبابية تسود الداخل الإسرائيلي، تسود مسار التفاوضات، تسود مع الوسطاء، ويطرب نتنياهو لمثل هذا الأمر، والمسايرة الأمريكية له في هذا المنحة تمنحه مزيد من الوقت. ضعف الضغط الداخلي الإسرائيلي مع وجود غليان داخلي، مع وجود انقسامات داخلية إسرائيلية، لكن هذا ما زال لا يؤثر على عرش نتنياهو، على صمود نتنياهو وائتلافه، الذي يشعر نتنياهو بأنه يزداد تماسكا كلما ازداد نتنياهو في تصعيب مهمة الوسطاء، في تعقيد اشتراطات الصفقة من طرفه وإضافة شروط إضافية عليها. ربما كان لافتا في الأيام الماضية حجم التصريحات التي صدرت عن نتنياهو شخصيا فيما يتعلق بمسار المفاوضات، وهذا عبر عن أزمة حقيقية يعيشها الرجل، الذي يعني أحرجته مواقف المقاومة، دفعته إلى أن تضيق عليه دائرة المناورة والمساحة التي ظلت ممنوحة له لفترة سابقة. وأنا قلت قبل قليل هو يطرب لقضية أن تدير المقاومة ظهرها ليعني يستسهل فكرة إدانتها وتحميلها المسؤولية، كما تفعل الولايات المتحدة معه دائما. لذلك تمنع المقاومة وحرصها على ألا تنجرف مع زوات نتنياهو، مع رغبات نتنياهو، هذا يسجل لها في هذه المرحلة، مع حجم الألم والضرر الذي يلحق بالمقاومة بقيادتها وبالشعب الفلسطيني نتيجة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين. اللافت في التصريحات التي جرت بأنها تشير إلى أمرين: الأمر الأول بأن يعني الفجوة تزداد ما بين المستوى الأمني ونتنياهو شخصيا، حتى قادة الأجهزة الأمنية المسؤولون مباشرة من نتنياهو هو يوظف يعني هذه الشخصيات وما يصدر عنها من مواقف هو سمح بنشرها. بمعنى حينما يقول رئيس الموساد أنه قال أنه مع سردية نتنياهو المطلقة في موضوع الحرب، ثم يخرج رئيس الموساد بعد لحظات ليقول أنا لم أقل هذا الكلام، هذا نوع من الابتزاز والتوظيف للرجل ولمكانة الرجل، حتى يبدو بأن هنالك انسجام مع سردية نتنياهو من قبل الأجهزة الأمنية. حينما يأتي رئيس الموساد من قطر ويطرح بعض القضايا على نتنياهو، ثم يفوض رئيس الشباك بالذهاب إلى مصر للحديث عن ترتيبات تتعلق بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح، ويعود رئيس الشباك ويقول هذا الكلام وينفي نتنياهو مباشرة، يخرج ينفي هذا الكلام ويقول كله أكاذيب، أنت تفوض مسؤولي الأجهزة الأمنية، المسؤولين مباشرة لديك وهم رؤساء أجهزة أمنية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي معتبرون ولهم مكانتهم، ونتنياهو ينسف كل هذه السردية. هذا لعب بمكانة الرجلين، بتفويض الرجلين لاعتبارات تتعلق بسردية نتنياهو. هذا أيضا يدلل على أن نتنياهو يستخدم كل هذه الأدوات وهذا الصراع الذي يجري في سبيل التعطيل. لم يفهم هذا الكلام حتى من قبل قادة الأجهزة الأمنية ومن قبل سياسيين ونقاد إسرائيلي على أنه صراع طبيعي، هذا فهم في إطار محاولة نتنياهو للقول لا، حتى يظهر بأنه الشرطي السيء، يرسل
قيادات الأجهزة الأمنية بتفويض للتباحث في قضية الصفقة، ثم على الملأ أمام وسائل الإعلام يخرج بمواقف متشددة يضيف فيها على اشتراطات الصفقة وعلى شروط الصفقة وبنود الصفقة، ليظهر بأنه الشرطي السيء. أمام من؟ أمام شركائه في الائتلاف بشكل أساسي، لأنه يهمه من كل هذا المشهد الإسرائيلي استرضاء الشركاء في الائتلاف، هدوء الشركاء في الائتلاف، وبالتالي سفينة نتنياهو تسير حتى مع وجود مثل هذه التلاطمات مع يعني المستوى الأمني، حتى مع المستوى العسكري الذي كلنا مرارا بأنه لأنه يشعر بأنه يدفع الثمن الأكبر في هذه المواجهة، لأنه يضحى به في هذه المواجهة، لأنه يعيش حالة مراوحة وحرب استنزاف يدفع فيها الثمن الأكبر. حتى اليوم يعني في إطار ما تسميه إسرائيل المرحلة الثالثة يوقع أو توقع المقاومة خسائر كبيرة في صفوفه، لذلك الجيش يرى بأنه لا معنى لهذه الحرب دون أن يعني يصاحبها مسار سياسي وسقوف تفضي إلى استثمار بين هلالين، ما تقول عنه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنه إنجازات تكتيكية في سبيل الوصول إلى ترتيبات تفضي إلى يعني منع حالة الاستنزاف الذي يعيشها الجيش. ومع ذلك نتنياهو يدير الظهر لهذه المطالبات، يدفع بالجيش ويزج به في حرب مراوحة لا معنى لها، ويزج بالمجتمع الإسرائيلي في صراعات داخلية لا معنى لها. وهذا يأخذنا إلى نتيجة أساسية دكتور محمد، أنه ليس هنالك من عامل ضاغط حقيقي يدفع نتنياهو بالفعل إلى وقف هذا العدوان، ورغم هذه المواقف إن كان من قبل الأجهزة الأمنية أو حتى يعني العسكرية والاستخبارية السياسية. أيضا في محاولة دائما بظل هذه الانقسامات، محاولة اغتيال ترامب هي دخلت يمكن القول بسوق التجاذبات ما بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية. كيف تردد وهذه الحادثة يمكن أعادت تسليط الضوء على أجواء الانقسامات الداخلية بإسرائيل، ما دفع خبراء ومعلقين إلى إعادة التحذير من أن مؤشرات التفكك الإسرائيلي الداخلي لا تزال فعالة بالرغم من الانشغال بالحرب. سنتابع هذا التقرير للزميل علي فقيه ونستكمل النقاش. أصداء محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترددت بقوة في تل أبيب، وفي ظل تجاذبات سياسية وانقسامات اجتماعية تشهدها الساحة الإسرائيلية سرعان ما دخلت في بازار المناكفات السياسية والحزبية بين مؤيدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعارضيه. وفي مؤشر على حدة الانقسامات الداخلية، سارع نتنياهو وأنصاره إلى توظيف حادثة محاولة اغتيال ترامب ضد خصومهم في الداخل. في المقابل رد المعارضين لم يتأخر. تتحدثون عن الوحدة، لماذا في وسائل الإعلام دائما يقولون يجب القيام بمزيد من التظاهرات والعمل ضد الحكومة والوصول إلى انتخابات؟ وهذا معاكس للوحدة في زمن الحرب. معظم القنوات التلفزيونية مجندة في هذه الحملة. ليس لدي نية للسكوت مقابل التدمير. هناك من يقول إننا نثير التفرقة، ولكن هذا لا يهمني، فهم يكذبون ويدمروننا من الداخل مع هذه المجموعات، ويجب القول لأعضاء الائتلاف كفى من أجل شعب إسرائيل ودفكيك الحكومة. استمرار الانقسامات الداخلية رغم دخول الحرب في جبهتي غزة ولبنان شهرها العاشر أعاد تسليط الأضواء على هواجس ودوافع انهيار إسرائيلي من الداخل، وليس فقط بفعل حروبها الإقليمية. إسرائيل لن تنهار من قبل جهة خارجية، بل ستدمر نفسها من الداخل، من داخل المجتمع. وفي حال عدم وجود قيم، حياة الإنسان هي قبل كل شيء، فنحن سوف ننهار من الداخل، وحينئذ لن يأتي أحد لمساعدتنا. وفي ضوء اعتقاد شريحة واسعة من الكتاب والمعلقين بأن الكراهية الاجتماعية والاصطفافات الطائفية داخل المجتمع الإسرائيلي هي مزاج عام لا ينفك عن الشخصية الإسرائيلية، حذر معلقون من أن الإسرائيليين متعطشون لدماء بعضهم البعض، وهذا ما يفسر برأيهم حدة الانقسامات والتحريض المتبادل الذي يدفع أعداء إسرائيل إلى السعي للقضاء عليها بحسب المعلقين. سيد تايلر، إذا كانت عملية الاغتيال
اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري في الانتخابات المقبلة تعبر أيضا عن عمق الانقسام بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا تؤخذ بأنها صورة مشابهة ومماثلة لما يحدث بالداخل الإسرائيلي، حتى يقال بأنه البعض المعلقين مصير نتنياهو لا يختلف عن مصير دونالد ترامب في ظل هذه الانقسامات والتجاذبات الكبيرة بالمجتمع الإسرائيلي الذي يمكن أن يؤدي إلى انهياره من الداخل؟ أولا، وهذه نقطة مهمة جدا لأنني أتابع هذا الموضوع ساعة بساعة في واشنطن، والآن في نفس الوقت حيث وقعت عملية الاغتيال أو محاولة الاغتيال، مكتب التحقيقات الفدرالي قال منذ ساعات حتى الآن لا وجود لأي مؤشرات تفيد بأن المسلح البالغ من العمر 20 عام من بنسلفانيا كان جزء من مخطط أكبر. وبالتالي من المهم جدا برأيي كصحفيين أن لا نقفز إلى الاستنتاج بأن هذه المحاولة، محاولة الاغتيال هذه بشكل من الأشكال كانت تعود إلى الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة. أعلت بأن هذه النقطة تطرح، وربما من الصعب تجنب هذا الحديث، ولكن ربما هذه كانت حادثة فردية من أي شخص. وأعتقد بالطريقة التي رأينا فيها جو بايدن وهو يعلق، حتى رأينا رئيسة البرلمان السابقة نانسي بيلوسي أيضا علقت على الفور، كلها كانت تعليقات من أجل تهدئة الحديث عن الانقسامات. بالتالي هذا أولا. ثانيا، أعتقد أنه ما من شك أن دونالد ترامب سيستفيد سياسيا من هذه الحادثة. لحسن الحظ لم يقتل، لأن مؤتمر الحزب الجمهوري وهو سيكون موجود وسيتم اختياره وتعيينه بشكل رسمي كمرشح، هذه العملية تبدأ يوم غد في ميلوكي في ويسكونسن. وأعتقد بالنسبة للمشاهدين في الشرق الأوسط من المهم جدا أن نشاهد ونراقب، لأن هذا يتقاطع مع ما تقولينه وما تحدثت عنه لجهة إسرائيل ونقاط التشابه مع إسرائيل ومعاوني نتنياهو، وهم يحاولون الاقتراب من ترامب وإجراء أو إنشاء تواصل معه خلف الكواليس. يجب أن نراقب بحذر أي رسائل ستأتي خلال الخطابات، الرسائل المتعلقة في غزة، ما هي الرسائل التي سنسمعها في المؤتمر للحزب الجمهوري، لأن أغلب الخطابات ستكون خطابات سطحية. ولكن ربما من الممكن أن نرى حتى بعض الإسرائيليين قد يشاركون وقد يتحدثون في هذا الأسبوع، خلال هذا الأسبوع. نحن الآن في عام انتخابي، وعادة في هذه الأعوام يمكن أن نقيم المسائل. وأخيرا، النقطة الأخيرة التي أريد أن أطرحها وهي مهمة، تذكري أن الانتخابات الأمريكية هي على بعد 4 أشهر، إذا نتحدث عن شهر تشرين الثاني نوفمبر، ومن ثم تسلم السلطة في البيت الأبيض، هذا لن يحصل إلا بعد 6 أشهر، إذن نتحدث عن فترة زمنية طويلة. وأعتقد أنه من المهم أن نتذكر طول هذه الفترة، لأن كل ما تحدثنا عنه في البرنامج نتحدث عن أسابيع، ساعات، أيام، ولكن نحن الآن نتحدث عن 6 أشهر قبل فترة رئاسية جديدة لترامب محتملة. صحيح. ويقال بأنه نتنياهو يسعى إلى تسويف كل هذا الوقت وأن يناور حتى قبل، يعني أن لا نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية، ويستفيد من هذا الوقت المتبقي، علما بأنه جيروزاليم بوست قالت بأنه نتنياهو سيلتقي بايدن كذلك الاثنين المقبل في واشنطن قبل يومين من خطابه أمام الكونغرس. أستاذ عقرباوي، أعود إليك، لأنه بكيفية توظيف عملية اغتيال ترامب الداخل الإسرائيلي، على ما يؤشر في ظل حدة الانقسامات الداخلية هذه ومسارعة نتنياهو بشكل أساسي وأنصاره بتوظيف هذه الحادثة ضد خصومهم بالداخل؟ يعني ملفت ما قاله نتنياهو الليلة، يقول التصريحات التي تستهدفني وعائلتي تشكل خطرا على الديمقراطية، وتصاعدت يمكن القول هذه الاتهامات في الأيام الماضية، ويحاول توظيفها بوسائل الإعلام الإسرائيلية ولكسب الرأي العام الإسرائيلي.
أظن أن أوجه التشابه تأتي من زاويتين. أولا أن هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهود مضنية من أجل منع ترامب من الترشح، وهي تعتبر أن قدوم ترامب مرة أخرى إلى سدة القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تهديد أمن قومي وليس خلاف سياسي أو أيديولوجي أو اختلاف برامجي، وأنها بذلت خلال الأربع سنوات الماضية كل ما يمكن من أدوات من أجل أن تمنع هذه اللحظة. هذا خلق بيئة، يعني الزميل من واشنطن يقول أن لا يوجد هناك، يعني أو المكتب التحقيقات يقول أنه لا يوجد هناك مجموعة ممتدة خلف هذا الشخص. هناك ما هو أخطر من أن تكون هناك مجموعة أو تخطيط، هناك بيئة يمكن أن توجد عشرات مثل هذا الشخص، يعني دفعتهم البيئة السياسية وحالة الاحتقان الداخلي لمثل هذا الخيار. هذا وجه التشابه ينعكس أيضا عند الداخل الإسرائيلي. هناك مؤسسات، المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهناك الطبقة السياسية التقليدية في إسرائيل التي يعني ينهال عليها نتنياهو عبر تحالفه باللكمات منذ أشهر، سواء قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. هذه تشعر بأن حكومة نتنياهو وخيارات نتنياهو واصطفافاته سواء قبل الحرب أو أثناء الحرب وما يخطط له بعد الحرب أنها تهدد هذا الكيان على المستوى الأمن القومي، وأن هذه المؤسسات الأمنية يعني يضعف تأثيرها والعسكرية يضعف تأثيرها، وهناك تغول من اليمين من الصهيونية الدينية عليها، وهناك محاولة للسيطرة عليها وعلى قرارها، وهناك حالة من الشد بين مجتمعين وانقسامين أيديولوجيين وفكريين وربما أيضا لأسباب مناطقية وعرقية. هناك حالة من التوتر والشد قد توجد بيئة كتلك البيئة التي أوصلت هذا الشاب لأن يطلق النار على ترامب. هذا وجه التشابه موجود وحقيقي، وبلا شك أن مستوى التوتر، وأنا قلت قبل ذلك أن الرهانات نتنياهو على قدرته على السيطرة على الشارع الصهيوني وعلى المعارضة وعلى مؤسسات الدولة وابتزازها والذهاب فيها إلى حافة الهاوية، وهي استراتيجية المعتمدة في التعامل مع الخلافات الداخلية وفي كل استراتيجيته السياسية، وهو اللعب على حافة الحافة، وهو ما يفعله أيضا مع إدارة بايدن. كل هذه الحالة من التوتر أنا لا أستبعد أن تصل بالأمور داخل المجتمع الصهيوني إلى حالة توجد عشرات مثل هذا الشاب الذي حاول أن يطلق النار على دونالد. دكتور محمد هلس، سؤال الأخير، لماذا ترددت يعني أصداء ودخلت ببزار المناكفات السياسية محاولة اغتيال ترامب، وفي أي إطار يعني وسياق تفهم كذلك؟ أولا في سياق الداخل الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمعا مثاليا، وقد مورست التصفيات السياسية، اغتيل إسحاق رابين على خلفية موقفه السياسية، إيغال عمير اغتاله، وهذا مشهد حاضر في الوعي الإسرائيلي وفي الذهنية الإسرائيلية. وربما أشرت قبل قليل إلى حالة الانقسام والكراهية التي تسود المجتمع الإسرائيلي، نظرة الإسرائيلي الآخر بعد 75 عام من عمر هذه الدولة، ما زال يعني حالة الفسيفسائية والانقسام الداخلي الإسرائيلي، لا يوجد إجماع على هوية وشخصية إسرائيلية واحدة، كل منهم يعرف نفسه في إطار عرقه وانتمائه ودولته، هذا قائم داخل المجتمع الإسرائيلي. ثانيا، لدينا الكثير من القواسم المشتركة ما بين الشخصين ترامب ونتنياهو. لاحظي السردية التي يتبناها الرجلان في إطار الصراع السياسي الذي يجري، هما مستهدفان نظرية المؤامرة، وبالحديث عن المؤامرة ما زلنا لم نتحدث عن سيناريو الفبركات، الرجل صاحب يعني عقلية المؤامرة أقصد ترامب، وهو صاحب سيناريوهات المؤامرة التي تجري عليه، وربما ما جرى هو في إطار مصطنع افتعل لي يعني ينهي حالة الجدل حول شخصيته والاتهامات القانونية وغيرها من القضايا، يصوره كبطل. وقد قال الضيف من الولايات المتحدة بأن هنالك توظيف سياسي سيجري. في المقابل أيضا نتنياهو ربما يتمنى الآن لو أنه حصل على مثل هذا الحادث، وربما يجري فبركة حادث مماثل لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي ليتجاوز كل العقبات التي تحيط به في الداخل الإسرائيلي ويظهر بمظهر الرجل المستهدف. وهذا ربما سمعنا مقدمة له اليوم في حديثه وربطه عن كما تفضلت مع خصومها، يقول كالتالي، هو يقول بأن الاحتجاجات التي تجري والانتقادات التي تجري في الداخل الإسرائيلي هي مقدمة وتحريض لاستهداف نتنياهو، للدفع باتجاه استهداف نتنياهو. إذن هو يربط ما يجري في الولايات المتحدة بما يجري
في الداخل الإسرائيلي ويعني يجعل النيجر أو الولايات المتحدة كمقدمة لما قد يجري أو يجري فبركته مع هذا اليمين أيضا المهووس المجنون بقضية المؤامرة وغيره. قال قبل قليل لصحفيين أنتم يعني تعززون حالة الانقسام، تقولون عن الوحدة في حالة الحرب وتدفعون باتجاه فكفكة الحكومة. المسألة الأهم أيضا أن نتنياهو من حيث المبدأ لا يريد غياب ترامب عن المشهد. ترامب هو حليف، وما قدمه لإسرائيل لم يقدمه أي رئيس في الولايات المتحدة سابقا، ولذلك رهان نتنياهو الذي قلناه قبل قليل هو أن يجر هذا المشهد في حالة المراوحة والتسويف ومكانك سر إلى ما بعد زيارتي للكونغرس، ثم ما بعد يعني الكونغرس إلى الانتخابات الأمريكية التي يراهن فيها بوصول ترامب الذي سيقلب وفق رؤية نتنياهو ورغبة نتنياهو المشهد لمصلحة اليمين الإسرائيلي، مصلحة نتنياهو وحكومة نتنياهو، ويعفي نتنياهو من كل يعني الاعتبارات التي ظلت تعطل عليه في الأيام والأشهر الماضية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. الشكر موصول لك أستاذ جاي تايلر محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة الواشنطن تايمز، كنت معنا مباشرة من واشنطن. والشكر موصول لك أستاذ عبدالله عقرباوي الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه المسائية انتهت، في أمان الله.